السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنتكلم مع بعض شوية عن الحمام اللي بايض والحمام اللي مش بيبيض والحمام اللي بيشتغل والحمام اللي ما بيشتغلش، الكلام ده كله. النهاردة بقى هقول لكم انا عملت ايه عشان الحمام يبيض. يعني انا هقول لكم انا عملت ايه النهاردة عشان الحمام بتاعي يبيض ويبقى عندي زغاليل زي الزغاليل اللي انا هوريكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الحمام كله عندي بايض، يعني الحمام كله عندي بايض. ايه السر بقى في كده؟ هقول لكم حالا ايه السر في كده. ثانيه واحده، السر في ايه بقى يا جدعان؟ تعالى معايا بقى وانا افرجك الاول على الحمام اللي بيض عندي. حاجه التليفون ده كده يا ملك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هو كده بس نوريهم ويقعدي تاني. اهو ادي اهي ادي كده، دي النتاية الاسترالي والذكر الاسترالي بتاعها. ده اول ايه، اول حمام عندي بايض اهو. تمام كده، هنقفل هننزل على اللي بعده. بصوا دول لسه، تمام كده، دول لسه ما بيضوش. تمام كده، دول لو عدى اسبوع وما بيضوش قولوا عليا ان انا ما بعرفش حاجه وانا ما بفهمش حاجه، خليكم فاكرين انهم الاثنين بنايده. دي النتايه وده الذكر. تمام كده، الاثنين دول لو عدى اسبوع وما بيضوش، وهفرجكم بعد اسبوع، لو عدى اسبوع وما بيضوش هديهم لحد هديه، يعني انا هديهم لحد يجي ياخدهم هديه. تمام كده، النتايه اهي، خليكم فاكرينها. وادي الذكر اللي بيعض اهو اهو. تمام كده، اسبوع واحد دول ما بيضوش اللي يعني حد يجي ياخدهم مني هديه. تمام كده، دول الذكر ده خليكم فاكرينه اهو، والنتايه دي. تمام، اسبوع واحد ما بيضوش هطلعهم ليا. حاضر يا محمد. هم دول انا طلعتهم فوق اهم. هم دول انا خليكم فاكرينهم، لو عدى اسبوع ودول ما بيضوش هشحتهم، هديهم لحد هديه، يعني حد يجي ياخدهم مني هديه، مش هقول لحد لا. تمام كده، الحمام كله انا هوريكم اللي بايض وهنكمل مع بعض، هوريكم الباقي، يعني انا هوريكم الباقي. تمام كده، الذكر زيف ما شاء الله عليه جامد اهو. اسبوع الحمام دوت ما باضش انا بقول تاني ادي لحد هديه. تعالوا نكمل بقيه الحمام البايض. دول برضو قصه شيك، الذكر البشيئي. تمام هم كده، وريهم بس، وريهم بس. قلبه حاصه تحتيهم يا جدعان، شفتوها البيت تحتيها اهو. وريهم بس، ايوه وريهم بس وضرب بس. شكرا، ماشي، شفتوا البيت. تمام كده، ده بالنسبه للحمام اللي كشاك. تعالوا تاني نشوف اليمني. ادي الحمام اليمني اهو، بص عليهم بس كده دي واحده، وادي تاني، قوموا وادي تاني، ايوه وادي تاني بقى، يلا يلا. تمام كده اهو، ده الحمام اللي هو اليمني، سامعين صوته؟ ده صوته، ده الحمام اليمني، ده صوته. تمام اهو، دي النتاية اللي قاعدة على الطاجن دي، وده الذكر، الذكر اهو، والنتاية دول معاهم زغلول، يعني دول معاهم زغلول. هوريكم حالا برضه، يعني الحمام اليمني ده معاه زغلول وانا هوري لكم حاجه. تمام كده، دول كان معاهم زغلول ومات، دول كان معاهم زغلول ومات. ده انا عارف. ودول اللي هم البيضين دول، ادي كده قص اتنين تلاتة، يعني القص اللي هم اليمني. تمام، والقص اللي تشيك ادي كده اتنين تاني قص اهو، والقص الاستراليات دي كده تالت قص، تالت قص بيض. تعالوا نروح الناحية التانية. بص يا توتا وريهم واقعدي اهو، ما شاء الله اهو، ما شاء الله، لو حد واخد باله وريهم يا توتا البيت، نوريهم اهو اهو. تمام كده،
اهو، وهوريكوا تاني يعني، لسه في تاني. بسم الله ما شاء الله. ما بعملش كيمياء انا، ما بخترعش. هقول لكم بقى ايه القصه، يعني انا هقول لكم عملت ايه عشان الحمام يبيض، يعني انا عملت ايه عشان الحمام يشتغل ويبيض ويطلع البيض ده. خش جوه اتفرجوا بقى على ده، الزغلول اللي بياكل ده، ده زغلول لسه شعره اصفر، لسه زغلول. ده ابن الاستراليون، وده زغلول يمني ابن اللي هم الجزء اليمني البيضين، ده ابوه امه بيضين وده ابوه امه بيضين. يعني الزغلول ده ابوه امه بيضين اللي هو الاسترالي ده، والزغلول اليمني ده ابوه امه بيضين. تمام كده؟ دول بقى انا بسيبهم عندي، يعني دول انا مسيبهم عندي، هم ثلاثه بس مفيش غيرهم، نتاع استرالي ونتاع عفسيه والدكر اللي هو الانجليزي ده. دول طيارين هنا انا بفتح لهم، هم لسه بياخدوا على المكان برضه، بفتح لهم بيروحوا وبييجوا كده وكده يعني. دول كمان طيارين، دي طياره عندي في البلكونه من بدري، وده اللي كان بيركن تحت ينزل يقف، هو ده. خليكم فاكرين كلامي يا جدعان، اسبوع دول ما بضوش حد يجي ياخدهم، ببلاش. اسبوع ما بضوش حد يجي ياخدهم ببلاش، اشحتهم ببلاش. بقول تاني، اسبوع ودول ما اشتغلوش مش عايزهم حد يجي ياخدهم ببلاش من غير فلوس. ده الذكر، دي النتايه، وده الذكر. جوز رميات ما شاء الله عليهم، بتوع زمان دول، من بتوع زمان دول، من بتوع زمان. خد يا ابني كده، اصور كده، انا امسك كده. بصوا ده كلب مراته، ده دي النتايه اللي معايا دي. بتعمل ايه؟ اسبوع ما بضوش حد يجي ياخدهم ببلاش هديه. تمام كده؟ السر في ايه بقى يا جماعه؟ السر ان انا ما بعملش حاجه في الحمام، ولا بحط حاجه، ولا بعملش حاجه خالص في الحمام. انا سايب الحمام اللي عايز يبيض يبيض، واللي مش عايز يبيض يبيض براحته، اللي ينزل يطلع، واللي انا سايبهم براحته، ما بعملش فيهم حاجه خالص. ما بقعدش بقى انا بدي مثلا في نتايه اديتها لذكر، يعني في نتايه معايا نتايه ومعايا ذكر، لازم لبعض، خدوا بعض خلاص، ما خدوش بعض خلاص. معايا مثلا نتايه ومعايا ذكر، لازم لبعض، خدوا بعض، ما خدوش بعض خلاص. انا بتاع ربنا يعني، هو ربنا عايز يبقى عندك زغاليل، وعايزك ان انت تبيض هيبقى عندك زغاليل وبيض عندك، ربنا مش عايز خلاص. انا بقى سايب الحمام مع بعض، اللي ياخد يعني ايه، يعني ده خد ده، ده خد ده، ما بشغلش دماغي، ما بشغلش دماغي بالحمام، سايب الحمام اللي يبيض يبيض واللي ما يبيضش ما يبيضش. الحمد لله كل الحمام بايض، يعني كل الحمام بايض، كل الحمام عندي بايض، ما فيش حاجه مش بايض الحمد لله. فانا قصدي كده، انا قصدي بلاش اللي الناس بتعمله، وبلاش الحركات اللي الناس بتعملها. لا، الناس سيبوا الحمام هو بقى بيبيض، ما يبيضش لوحده. يعني مثلا واحد جاب ثلاث اسوس يرميهم في العشه ويسيبهم، هيلاقي عيال عيالهم بيبيضوا. شكرا، وتعبتكم معايا.